بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المقطع ان شاء الله غنتعرفوا على واحد الاكله اللي هي بسيطه، وحنا صغار حلينا عينينا لقيناها بسيطه، ولكن الان في هذا اليوتيوب وهاد مواقع التواصل صعبوها وكثروا فيها اشياء كثيره واصبحت غير صحيه بكثره السعرات الحراريه اللي اصبحت تحتويها. هاد الاكله هي كما كتشوفوا كنسميوها شلاضه، يعني السلطه شلاضه. اذا هذه الشلاضه اولا تؤكل قبل الوجبات، يعني كنبداو بها هي الاولى. اش غادي يكون فيها؟ غادي يكون فيها طماطم، هي كتشوفوا الطماطم، عندنا البصل، عندنا الخيار كيسموه الكوسه، الخيار والخس، الليمون، ايضا الفلفل، قدروا نديروا الفلفل قدروا لا حتى الخيار، لان الخس او الخيار او الفلفل او واحد فيهم. هنا عندنا البقدونس، كنقولوا المعدنوس، ما كاينش المعدنوس، دير حتى الكورفوس ديز. هنا عندنا الثوم المهروس، لانه كثير منه. بالنسبه للبصل كناخذوه واحد المربعات صغيره جدا، اما بالنسبه للطماطم مربعات اكبر من مربعات البصل. اذا عندنا الطماطم والبصل والخيار، هادو مربعات صغيره، وقلنا البصل يكون مربعات صغيره جدا بحجم اصغر قدر المستطاع. ونضيفوا هذا البقدونس والملح، قليل من الملح حسب الحاجه، والفلفل الحلو وزيت الزيتون، هذا هو زيت الزيتون. وقلنا زيت الزيتون خاص يكون فيه قنينات زجاجيه، تكلمنا عليها في مقاطع سابقه، قنينات زجاجيه وتوضع في مكان مظلم، ونحرك جيدا هذه المكونات حتى تتجانس، ثم تقدم بعد ربع ساعة من التحضير في صحن، يعني في صحن التقديم. نقدروا نوجدوها بلا خص، نقدروا نوجدوها بلا هذا الخيار، المهم الضروري هو الطماطم والبصل. أما ديك الزيادة اللي كنولينا كنشوفو مثلا، كيقول لك نديرو هنايا الروز، هذه زيادة يعني غير زياده كتبقى. كاين اللي كيدير المايونيز، كاين اللي كيزيد الهريسه، ديك التجاريه اللي فيها يعني الاضرار ديالها كثيره، كاين اللي كيزيد السكر ولا اللوز او الجوز اللي هو الكركاع ولا الزبيب، هذه راه ما بقاتش لها، ولا كنقولوا خيلوطه ما عندهمش، كاين اللي يدير الشوكولاط، يعني كل واش كيدير. كاين اللي كيدير البيض المسلوق، هذه راه ولات واحد الوجبه مركزه، حنا كنهضروا على الشلاضه اللي كتكال قبل الماكله. مثلا غدير هذاك الشيء، حيد داك الشيء ودير في الباسطو غير ورقه صغيره ديال القريص ديال الحريقه، افضل احسن من ديك صلصه الطماطم ديال المعلبه. بالنسبه للثوم قلنا لا يجب الاكثار من الثوم اكثر، و هاد الزيتون هاد زيت الزيتون حسب الحاجه، وداك الزيتون التجاري لا يوضع بتاتا، هذاك الزيتون اللي كيتباع عند مولين الزيتون هذاك راه ما عندوش المكان ديالو هنا، لا هو ولا ديك البطاطا المسلوقه. هنا كنهضروا على واحد الاكله اللي توارثناها ابا عن جد، حلينا عينا صغار، واحد الوقت كنت كنمشي للباديه باقي صغير، كنت كنخرج للحقل، كانت عندنا هنايا البصله وحده مطيشه، وكندير شلاضه، هاد الشلاضه زدتي عليها هاد المكونات اللي هو الليمون والخس، وهذا تا هو الاجداد ديالنا استعملوه، راهم استعملوه. اما شي حاجه اخرى اللي ذكرناها ديال هاد اشياء اخرى كيضيفوها، وهذا كيبان على هذا وهذا كيبان على هذا، داكشي كيولي غير صحي. رمضان مقبل، اللهم بلغنا رمضان، يعني كتفطر على كي من السنه كتفطر على التمر او الماء، وناكل الشلاضه مع راساتي، ونبعد على داكشي اللي كنا قلنا في مقاطع سابقه، ديك المشاكل ديال الكثره، وبان عليا ونبان عليك راه رمضان، هذا خصني الوزن ديالي يطيح، ماشي الوزن ديالي يزيد كيما عند الاغلبيه. ولا نبدا ناكل في ذاك المقلي ونكثر ونشد الارض، ذاك المغناطيس الارضي لا، والكسل والنوم وهادي والعباده ما كايناش، والانسان كيدوز اللي هو رمضان شهر العباده شهر الله، كتلقى كان على راسه الطير، يعني هو باشا واحد الحال، لا خويا لا هادشي ما كاينش. اذا حنا تكلمنا على هاد الشلاضه، وعافاكم بالنسبه لهذا الخيار يكون صغير، من الافضل يكون صغير هاد الصغير، ويكون شويه محبب، يكون محبب وصغير، هذا هو المهم. نقدروا لا ما كاينش هذا مثلا ما لقيتيش، دير في الباسطو القليل من الفكوس،
هذا لا لقيتها بدات تصفر، من عطيها اتساع الحجم ديالها كبير بزاف، عطيها اتساع لقيتها بعد ما لقيتها حاره، لقيتي الفقوس حار، عفوا هذا الخيار حار توا بعد منه، لا يكون صعيب شويه على الكبد، قليل فاش كتلقاه حار. وهذا الخس كيتغسل مزيان، كيتغسل مزيان في الماء، كيحتوي بعض الحشرات كذا، كاين اللي كيضيف عليه شويه الخل، هذاك من الافضل داك خل التفاح باش لا كانت شي حشرات كتزول منه، نغسلوه مزيان، هذا راه مهم جدا. ولعلنا استفدنا من هذا المقطع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.